كرة سحرية من أندريا بيرلو ومقصية ازدواجية أكثر من مثالية لسيموني بيبي، افتتاح تسجيل لليوفي، ثم رأسية ذهبية لستيفانو ماوري، يغارد جيجي بوفون، هدف بين الفريقين. ولكن الأسطورة الحية للكرة الإيطالية أليساندرو ديل بيرو يستغل نقاش بين داماتو وبيرلو، يغارد ماركيتي ويرجع الذاكرة الجميلة لأسطورة الكرة الإيطالية أليساندرو ديل بيرو، ليلعب مباراته رقم 7.